اعمل عجينه. عجينه يا جماعه ده مهمه جدا، عجينه البولش دي في اول حاجه بنعملها. طيب البولش دي بتعمل ازاي؟ عباره عن دقيق وخميره وعندنا شويه عسل صغيرين، او ممكن تتعمل بسكر لو مفيش عسل ممكن سكر. فبجيب بوله زي اللي قدام حضراتكم ديت، من 30 جرام من الخميره الفوريه، يعني معلقتين كبار مليانين من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من العسل الابيض نقدر نستغنى عنها ونحط معلقه كبيره من العسل من السكر، عندي 200 جرام من الدقيق و200 مللي من الميه. تمام، دي العجينه اللي هي دي اللي انا هشتغل فيها اول حاجه، اللي هو البولش ده اللي هيقعد يفضل يوم كامل في الثلاجه. يفضل كام دي؟ تفضل يوم، لا عليكم ركزوا فيها عشان بجد هتطلعي والله بيتزا محترمه جدا. دي تفضل يوم كامل في التلاجة وجربي وهتلاقي فيه فرق كبير جدا. هحط عندي الخميرة، انا حاطط هنا 150 مللي مية عادية عشان احط عليهم 50 مللي من المية الدافية وتبقى عندي اللي هي الحياة حلوة كده. احط عندي المية الدافية على الخميرة وبعد كده اقوم حط عندي معلقة كبيرة من العسل الابيض ونقلب كل ده مع بعضه. بعد كده بقوم واخد عندي الدقيق اللي هو ال 200 جرام من الدقيق، بقوم حاطينه كده اهوت معاهم واقوم ايه مقلبين الكلام ده كله مع بعض. ماشي اهو، واقلب. يبقى دي اول حاجه خالص عجينه البولش يا جماعه اللي احنا هنعملها ونبيدها في التلاجة في بولة كبيرة، يعني بلاش اعملها بولة صغيرة عشان طبيعي اللي هي ايه تخمر. بص العجينة بقت عاملة ازاي، القوام بتاعها ده القوام المطلوب اهو، يعني اخف شوية من ايه الزلابية، اخف من الزلابية شوية. تمام يا باشا، ماشي. نبدأ نعمل ايه بقى؟ بقوم واخد عندنا المعلقة دي ونضف الكلام ده كله هنا اهو زي ما حضراتكم كده شايفين، ونبدا اللي انا اجيب عندي استرنش ونبدا نقفل الكلام الجميل ده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. البولش ده بنبدا نحط فين؟ في التلاجه لمده يوم. طعم البيتزا بتقف في حته تانيه خالص. طيب بعد يوم اهو نفس الموضوع اهوت، هو في التلاجه بنقوم شايلينه كده اهوت. هتفرجي بقى على الريحة، أصلا الريحة بتاعت الخميرة نفسها في البيتزا هتبقى عاملة ازاي. بص 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 الجمال، حلو أهو زي ما حضراتكم كده شايفين. كام ده يا عم جمل؟ بقالها يوم في التلاجة. بنبدأ نعمل إيه بقى؟ نقوم واخدين عندنا بس كده، أقوم واخد عندي حطينا كام؟ 200 جرام من الدقيق، هحط بقى الكيلو إلا ربع من الدقيق المخبوزات. طبيعي طبعا ان هي بتتعمل بنوع دقيق معين اللي هو 00، لكن هو مش موجود، هنشتغل باي نوع دقيق مخبوزات ان شاء الله تطلع معانا مظبوطه. كيلو الا ربع من الدقيق، ومن ضمن طبعا نجاح البيتزا برضو خلي بالك هي الدقيق. الدقيق مهم جدا 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 لنجاح البيتزا. طبيعي شويه ملح اهو، ادي الملح اهو، حط معلقه صغيره. وبعد كده بقوم واخد عندي سباتولا صغيره واقوم منزل الجمال والحلاوه دي على الدقيق. بسم الله، بص بص ما شاء الله ما شاء الله، يعني نار يا استاذ. اقوم منزل ونبدا نعمل ايه بقى؟ بقوم واخد عندي الميه على حسب ما هي دي بقى، ده اللي بيطلع الريحه الجميله للبيتزا. نفس الوقت اقوم منزل الميه بقى واعجن بايه؟ عشان لو احتاجت ميه اهيت، لان لازم احصل على عجينه مفتوحه. بص يا حاج، معلقتين اتنين بس كده اهوت من ايه؟ من زيت الزيتون عليها، معلقتين اهم بس، وزيت الزيتون يدي طابع عن طعم وفي نفس الوقت بينعم العجينه معايا. هنبدأ ازود ميه على حسب ما العجينه تحتاج معايا.
وتظبط معايا الدنيا، لان انا محتاج عجينه تكون مفتوحه مش عجينه مقفوله، عجينه مفتوحه يعني تبقى طريه جدا معايا. طبعا لو انتوا عملتوها وسبت البودج ده لتاني يوم، انت هتشم ريحه دلوقتي بتاعت العجينه مختلفه تماما عن انك تجيب العجينه بتاعت الخميره وهوب كله مع بعضه، مش هتشم ريحه. لكن دلوقتي في ريحه ذكيه جدا طالعه من العجان بسبب الخميره اللي احنا عملناها او البولش اللي احنا عملناها. شغل طيب. هل بقى العجينه دي لما اجي اعملها واشغلها بتشتغل على طول؟ لا طبعا، لازم حضرتك تسيبيها ترتاح في الثلاجه. بنعملها بقى كويرات بعد ما بتطلع من العجان، ونبدا نريحها ببوله او في علب بلاستيك زي دي بقى بالظبط، ونسيبها من ساعتين لثلاث ساعات في الثلاجه وشكرا. نبدا نشتغل على طول. عارفه اعمليها كده وافرديها من غير ما تحطي عليها اي حاجه، صوص احمر كده، وحطيها في الفرن وكوني وشوفي الطعم عامل ازاي. كده كده انا حاطط مضرب الكف معايا لان العجينه بتبقى مفتوحه معايا، فميبقاش عندي اي مشكله خالص. هنا بعمل بس على ما العجينه تتظبط معايا، بعمل هنا شويه الصوص الاحمر، زيت زيتون، بحط عندي بصل مفروم، ماشي. لو مفيش زيت زيتون زيت عادي نشتغل معايا، احط زيت المفروم. وامبارح طبعا كنا عاملين الطماطم سوري، اول امبارح كنا عاملين الطماطم الكونكاسير اللي احنا عملناها اهيت، انا جبتها تطلعي منها كيس عشان هنبدا نشتغل بيها دلوقتي ونبدا نعمل منها الصوص بتاعنا الجميل اللي عندنا. هحط عندي بقى على البصل هنا ثوم مفروم، ادي الثوم المفروم. ايوه استاذنا حاضر. يلا عم جمال استنى عايز بس اوريك العجينه. نزل بس ديت، عايز بس اوريك المطه بتاعت العجينه عامله ازاي. المطه بتاعت العجينه يا باشا عامله ازاي. بس سيبها ايه، هسيبها تعجن، تعجن كمان شويه عشان تطلع، خلي الموضوع يبقى فيه مطه اكتر، بسيبها براحتها خالص. على يعني قبل ما هطلع من الفاصل هحط شويه ريحان او اوريجانو لو عندك، وبعد كده بقوم واخدهم مع البصل والثوم. حاطط عندي معجون الطماطم، والطماطم بسم الله الرحمن الرحيم. تمام يا شروق، كله برتقال عادي. وبعد كده عندنا بعد كده بقوم حاطط عندي شويه ميه صغيرين، واقلب واقوم سايبها عندي على النار لحد ما تبدا اللي هي ايه تتسبك معايا، تبدا تتقل معايا. بنبدا ان احنا نسيبها لحد ما تظبط معايا، احط لها شويه الملح، شويه بابريكا صغيرين، شويه فلفل، تتقل معايا عشان تبقى جاهزه معايا. والعجينة دي ما شاء الله عسل عسل عسل. يعني ايه اللي بتدي المطة دي بقى؟ المطة دي من ايه وما بتتقطعش معايا؟ بص بص توست بتفتحي كده عمرها ما تقطع معاكي. ليه؟ البولش اللي احنا عملناه الاول مع طريقة العجن هي دي اللي بتطلع النتيجة. الله حضرتك ليني العجينة دي، بص 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 بص، حلويات قوي يعني. هي تحس هي طريه وهي مش طريه، عجينه تلزق في الايد وما بتلزقش في الايد. هو ده الشغل، تكنيك طالما معمول صح تاكلي حاجه محترمه جدا. اهو بصي تحس انها تلزق في بتاع العجينه وكده، بصي تعمليها كده اهي، بصي
وتقومي لماها تاني هتلاقي بتلم التاني معاك جدا وسهله جدا اهو. طب ده نتيجه ايه؟ الخميره اللي احنا عملناها، البولش الاول اللي احنا عملناه هو ده اللي ظبط معايا الدنيا. بص يا عم جمال، بص الحلاوه، تقوم لفيفك كده اهو، تبقى العجينه معاك بالشكل ده. طيب بنبدا نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نضب بس ايديا كده من العجينه ديت. ده كيلو مثلا، خلينا نشتغل على 6 بيتزات مثلا. افرق اكتر ان شاء الله. بص عامله ازاي، ما تجيب لنا شويه زميت بسبوسه بحوري. الف واجيب صاج او اجيب بوله لو ايه مثلا هريحهم بقى، انا بس صاج وخلاص. لكن لو انت عندك علب بلاستيك او بوله، بول زي ديت، بتحط كل واحده في بوله وتسيبيها ساعتين اتنين كمان في الثلاجه، بس تكوني مغطياها كويس جدا عشان الرطوبه بتاعت الايه بتاعت الجو. احط عندي شويه دقيق من فوق واقوم سايبها يا استاذنا زي ما اتفقنا، بغطيها ساعتين اتنين. بعد ساعتين اتنين بص طراوه العجينه عامله ازاي، بنبدا اللي احنا نشيلها كده اهوت ونبدا نشتغل بقى، نشغل الشغل بقى. بص يا باشا دي من غير مردنه كده، يلا شباب سميت البسبوسه جه اهو. حط دي هنا جمل مع شويه سميت بسبوسه، حلو الكلام. اقوم واخد شويه كده ونحطهم هنا، ونقوم واخدين العجينه ديت بناخد من فوق اهو تحت كده لفوق لحد ما نعمل لها حروف. هوب زي ما حضراتكم كده شايفين الموضوع سهل جدا. اقوم واخد كده ديت هنا عشان ما تلزقش منه ولا حاجه، ماشي كده. واقوم واخد عندي الصوص الاحمر اللي احنا عملناه اهو عم جمل، بقوم حاطط عليه شويه ملح، هديله الملح وندي شويه الفلفل الاسود عليه ونديله التقليبه التمام، واسيبه على النار لحد ما يبدا اللي هو ايه يتسبك ويبرد معايا. بعد ما برد معايا يا جمل ممكن تضربه بالهاند بلندر بس شويه تنعمه عشان تبقى ناعمه معاك بالشكل ده. نقوم حاطينها هنا كده ونفارد معايا اول واحده، نديها كده ايه جبنه كده عاديه وندخلها الفرن. صدقيني انت اعمليها كده اهوت ودخليها من غير اصلا جبن ومن غير اي حاجه وكليها وشوفيها. بسم الله، هوبا بقى نصحى بقى للكلام بقى، شغل عالي. نقوم سايبينها ونعمل اللي بعدها نفس الكلام. اهو حاطط عندي شويه هنا من سميت البسبوسه. خلاص كده احنا عملنا الاساس. قلت لك البيتزا بتاعت النهارده مختلفه، احنا عاملينها بالتكنيك الايطالي، او هتشوفيها لما تطلع من الفرن هتبقى شكلها عامل ازاي. طبعا مش عايز اقول لك بقى الريحه نفسها بتاعت العجينه واحنا شغالين فيها كمان. الم ديت كده بسم الله، نقوم حاطينها هنا، مفيش مردنه مفيش اي حاجه، ايديا هي اللي بتفرد البيتزا نفسها. بعتذر طبعا ايديا فيها عجيب وكده بس غصب عني بقى. بصي دي طريقه فرد، دي كده طريقه فرد، انك بتفردي كده. بصي دي طريقة فرد لو عايزة تفرديها كده.
بتاخد من الفرن، ما فيش بقى حاجه اسمها ايه بتاخد كام في الفرن، انت بتبص عليها لحد ما تستوي وتطلعيها على طول. ماشي كده اهو، هاخد الباشا ديت كده ونقوم حطينا فين هنا. كلام جميل، كلام محترم. نبدأ ناخد عندنا الصوص الأحمر. يلا يا باشا، هقوم ايه مقافل كده اهوت. الحقيقة كله بالوثائق. حط هنا شوية جبنة. بسم الله الرحمن الرحيم. فين اللي نشتغل بإيه؟ أيوة هو ده، أنا بحب ده جدا. شوية ريحان كده اهو، ظهر الريحان. ميه كده حلوه، بالظبط يعني. ماشي يا باشا كده تمام. بص شكل البيتزا، تعالى بقى نودي كده اهوت. يا سلام سلام على المنظر، بس عشان خاطر هتهبط، مش بتهبط ولا حاجه، بس هتاخد وقت تسوي اكتر. انا بص عامله ازاي، انا سايبها براحتها خالص، انا اقولها لك بعد ما تطلع. على انطلق الدهان كده اهو، بسم الله. حط عندنا في الفرن ونسوي، نكمل مع بعض ونشوف المهرجان شغال كل. بص الفرن بتاعك شغال، بص من هنا عامله ازاي البيتزا بعد ما طلعت. بص اللون، لون تمام من تحت كده، تمام من فوق هنا، تمام اللون، اللون نفسه تمام. فما شاء الله كده ايه، بقت حاجه محترمه جدا. تعال نرفع شويه عن كده، دي يعني سنة كده تبقى رفيعه اكتر من كده شويه. طلبت بقى فالنهارده عاملينها بالتكنيك مختلف، عملناها قبل كده كتير لكن التكنيك ده مختلف. صدقيني طعم الريحه بتاعت البيتزا نفسها مع العجينه موضوع تاني خالص. زي ما قلت لك كده، لو حطيتي على شويه صوص احمر بس ودخلتيها الموضوع خلصان. هجيب ديت من غير مردانة ومن غير اي حاجة خالص، بنبدأ اللي احنا نفرد. اطراف كده هوت. شايلينها هنا حاطينها. يلا يا استاذنا حاضر، كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. النهارده حلقه بيتزا مختلفه ان شاء الله تعجبكم. شويه ميكس جبن بقى حلوين، جبنه تشيدر على جبنه موتزاريلا، وبعد كده بقوم واخد عندي شويه جبنه صغيرين كده، جبنا مكعبات عليها وشويه جبنه رومي برضو عليهم من فوق، اللي هي المفروض تبقى برمجان يعني. بس البرمجان اصلا يعني الاصليه لا، غاليه جدا جدا يعني. عايز اقول لكم ال 100 جرام نفسه عامل سعر عامل كام يعني. مالها الروم؟ زي الفل، تقضي الغرض وعسل، والجبنه القديمه ديت. هيقعدوا بقى يخترعوا لنا جبن ويقول لك برمجان، لا يا مال الروم حلوه شغال، هنبشر منها شويه على الميكس جبن ديت زي الفل، الف هنا وشفا. في ناس بتعمل البيتزا دلوقتي بجبنه قريش، على فكره ما فيهاش حاجه. لا ليه ما فيهاش حاجه؟ اه والله.
جبنه القريش يا جماعه، هو الاعداد بيقول لي ازاي تعمل، في ناس بتعملها جبنه قريش. اه طبعا جبنه قريش حلوه جدا، ما هي جبنه في الاخر وهتسيح على فكره عادي، بس مش هديك المطه، ولكن هتسيح وهتبقى زي الفل. انت بس يا شروق عشان انت من جاردن سيتي، فالحاجات ديت بالنسبه لك جديده. 5 دقايق انتاج رهيب، نص ساعه تلاقي البيتزا خلصت اهي، واعملي منها بقى اللي انت عايزاه. الله اكبر ما شاء الله. بص 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 دي من جوه تلاقيها هي مهويه، بص الهواء اللي فيها، وهو ده الشغل. شويه هنا صغيرين على هنا، ونبدا ان احنا ايه نعمل. يبقى نعيد بسرعه، احنا عملنا ايه تاني سريعا كده؟ ننزل عجينه يا عمو جمل، وايه وتبقى للساده المشاهدين، ونشوف احنا عملناها ازاي من الاول. وقلت لك التكنيك بتاعها ده اهم حاجه، ايه هو؟ انا المريله دي عايز اشتغل بقى ايه؟ اه الواحد كده بيسخن. لا هنبدا ايه؟ الواحد ياخد حريته كده وهو شغال. 30 جرام خميره، 30 جرام خميره، عندي معلقه كبيره من العسل الابيض، 200 جرام من الدقيق، و200 مل من الميه. حلو الكلام؟ اعجن الكلام ده كله مع بعضه عشان عمو جمل تبقى عندك بالشكل ده. البوله هيت بتاعه البولش دي تفضل يوم في التلاجه، ده اللي احنا عملناه على الهواء. بحطها فين؟ في التلاجه عشان تطلع لي الريحه الجميله للبيتزا. بعد كده بقوم حاطط جايبها واقوم حاطط عليها كيلو ربع من الدقيق، واعجنها مع شويه ملح صغيرين والميه وزيت زيتون طبعا معلقه او معلقتين، بتنعم لي العجينه. العجينه تطلع، ابدا ان انا اكورها بالشكل ده اهو. بص ما شاء الله بقت عامله ازاي، وتسيبيها كمان بقى ايه ساعتين 3 ساعات كمان في التلاجه زي ما هي كده. تطلعي وافردي ونسوي عشان تبقى عندك بالجمال ده. اوعى بقى اهو، ما اقول لك ما شاء الله سرعه غير طبيعيه هتلاقيها موجوده. الحاجه هتبقى موجوده معاك، الحشوات تعملي الحشوات اللي انت عايزاها، هتلاقي موضوع السرعه ده سهل جدا. تعال نجيب الفراخ ديت يا عم جمل، ونبدا ان احنا نقطعها. صدور فراخ مشويه كده، نعملها بالباربيكي صوص كده تبقى ايه حلوه جدا. بسم الله ماشي كده اهو. هم واخدينها كده، وبقى ناخد عندنا شويه جبنه كده اهوت من فوق، يلا ونبدا ايه نروح عندي على الفرن. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام اهو بحط. طب ايه الفكره بقى؟ ما هو برضو لازم تخلي بالك من حاجه، ساعات بنعمل البيتزا فبتيجي من تحت ما بتستويش. انا هنا معلي الفرن، بس عامل حركه مهمه جدا واستقولك عليها، هي الصاج المقلوب. الفكره انا ما بفردش على صاج واقوم واخدها واقوم حاططها فين في الفرن، لا انا عايز اطلع الحاجه صح وفي نفس الوقت سرعه. فبعمل ايه؟ بجيب عندي زي دي الشياله ديت او المقطع ده، وبعد كده بنبدا اللي احنا نفرد عليها، واقوم واخدها ايه وحاططها في الفرن. ايه الفكره؟ ان الصاج ده بيبقى سخن غير لما يبقى بارد. لما يبقى بارد هتاخد تسويه اكتر وتفضل في الفرن اكتر. كده انا عندي الفرن حامي من فوق
والصاج بتاعي حامي من تحت، فلما اجي اطلعها وابص عليها هتلاقيها بص من تحت عامله ازاي؟ فل اهي. هي دي الفكره بتاعتنا. عجله البيتزا بتاعتنا. هنا اهي. عندنا البيتزا اللي احنا عملناها زي ما اتفقنا، ايه انتاج 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 طول ما انت شغاله كده. دي اللي هي بالفراخ، اديها ده شويه باربيكيو كده من فوق. شوف ده عالي صوص رانش. حاضر. ايه ده كده كده وبالف هنا والشفا. هنعمل بقى باللي هي بالسلامي. نشوف هنعملها ازاي. ادي اهوت. كان معانا واحد صاحبنا عايش في سويسرا اكتر من 20 سنه، فجايب لنا قطعه سلامي كده كبيره، فجايبها لنا يعني بيعزم علينا بيها. فالاخ مصطفى بيصطاد بيه، فبيقول لي انا مش لاقي طعم اللي انا احطه للسمك. قلت له يا ابني بقى السمك ده بياكل الدود العادي بتاعنا، بقى يحط واخد قطعه السلامي اللي الراجل جايبها لنا من اخر الدنيا، وقعد يقطعها قطع طبعا عشان يحطها للسمك، وفي الاخر مفيش غمزة حتى، مفيش غمزة حتى والله. لا إله إلا الله. ثلاث ساعات يا عيني اللي هو يطلع حاجة. قلت له يا ابني عمره ما هيعبرك بالسلامين اللي أنت حاطه له ده. عمره. حط شوية السميد، البسبوسة. ولا اي حاجه ولا العجينه نفسها بقى انت ولا الفكره بتلاقيها ليونه غير طبيعيه معاكي وانت شغاله. الصميت البسبوسه اللي احنا حاطينه حطينا عليه دقيق تمام، وبنبدا ان احنا نفرد، نمسك من الاطراف كده وننزل. كوني مرنه مع العجينه كده، ما تاخدهاش كده تقومي مطلعها مره واحده عشان ما تقطعش منك، لان قلت لك الدقيق اللي بيتعمل منه البيتزا ديت اللي هو الزيرو زيرو ده مش موجود، فاهمه ازاي؟ ولكن احنا بنتعامل مع الدقيق اللي موجود عندنا. هتطلع معايا زي الفل اهيت، زي ما طلع قدامك ان شاء الله زي الفل. انا عامل واحده دي، انا عاملها من غير جبنه اصلا والله. دي بص، دي بص، دي من غير جبنه، موضوع تاني دي. بس الله اهي. لا 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 من غير جبنه والله خالص، دي معموله كده اهوت بالصوص الاحمر وخلاص، مش حاطط عليها اي حاجه. بس هعمل لها ايه بقى؟ هظبطها يعني تبقى مميزه بقى شويه بايه؟ بشويه زيت زيتون كده من فوق. لو في شويه زعتر ماشي، اضيفهم عليها من فوق. بص يا باشا كده اهوت. الله 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 الله. ناحية كده اهوت وبألف هنا وشفا. قرمشة كده، القرمشة دي مع الحاجة ديت بتطلع الحتة في حتة، الموضوع في حتة تانية خالص. طيب في ناس الموضوع صعب عليها من ناحية ايه بقى؟ انك تجيبي العجينه دي وتحطيها هنا وتقومي شايلها، صح كده؟ طيب هتعملي الحركه دي بس تخلي بالك، بتطلعي الصاج ده الصاج السخن، صح كده؟ ادي الصاج اهوت يا عمو جمل، بيبقى سخن كده، بنقوم حاطين عليه شويه كده، واقوم حاطين عليه العجينه. تخلي بالك بالله عليكي من ايديكي، ماشي كده اهو.
اظن مفيش اسهل من كده. العجينه هي بارده من فوق، ما تقلقيش مفيش حاجه سخنه، خير بس من الصاج عشان ما يلسعش ايديك. بنقوم عاملين ايه بقى؟ واخدين عندنا الصوص الاحمر اهو، ونبدا حضراتكم اللي احنا ايه، اوزع بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. هقوم واخد عندي الميكس جبن من فوق. انا كده الانجليزي كلها خلصت خلاص، انا كده ده حلو قوي. ده اخر حاجه اصلا موجوده، فصباح الفل بقى ايه نتوصى بيها. كده تمام، ناخد الباشا ديت ونروح فين؟ عندي على الفرن، خلي بالك الصاج ايه؟ الصاج سخن كده، ونقوم واخدينه هنا لحد ما يبدأ اللي هو يستوي.